عالم مظلم تدخله بضغطة زر، فتجد نفسك في ساحة فيها قتلة مهجورين ودروس لصناعة المتفجرات وبث مباشر لغرفة حمراء تجد فيها أشخاص يدفعون مبالغ خيالية ليشاهدون طرق تعذيب تحت توجيهاتهم الخاصة. فما هو العالم الخفي للإنترنت المظلم؟ تخيل واحد حصل له مشكلة مع آخر ويدخل موقع إلكتروني ويقدم طلب استئجار قاتل ويحط السعر اللي يقدر يدفعه، وكل ما زادت الخيارات زادت معاها التكاليف. فمثلا إطلاق الرصاص تكلفته تختلف عن النحر، وإذا تبي بعد أن القاتل يوثق لك العملية بشكل كامل هم من التكلفة بتكون عالية. فلما تدخل الموقع في منيو كامل للأسعار وكذلك نوعية القتل، وبعدها يوجهون الشخص إلى صفحة يذكر فيها تفاصيل المستهدف، فيحط اسمه وكذلك لوحة سيارته وعنوانه وبقية التفاصيل. وتخيلوا أن التكلفة أحياناً تصل إلى $5,000 فقط لا غير. فتزهق روح الإنسان من خلال طلب يقدم إلى موقع إلكتروني، وهذا الموقع موجود في عالم الإنترنت المظلم. قبل لا نخوض في هذا العالم، أبي منكم دعم هذه القناة بالاشتراك واللايك ومشاركة الحلقة مع الناس اللي حولكم. أما الآن لنروي ما لم يروى. قبل أن نخوض في عالم الإنترنت المظلم، وجب التنبيه بأن المشاهد والقصص اللي راح نذكرها أثناء سرد الحلقة البعض منكم يستاء من مشاهدتها، فلازم أحذركم منها. شبكة الإنترنت تنقسم إلى قسمين، هناك الإنترنت السطحي وكذلك هناك الإنترنت العميق. الإنترنت السطحي هو السيرفس ويب مثل جوجل ويوتيوب وغيرها الملايين من المواقع اللي كلنا نقدر ندخلها. وفي عام 2020 تم تقدير أن هناك 550 مليون موقع مسجل في الإنترنت السطحي، لكن الأمر الصادم أن العدد الهائل من الملايين من المواقع في الإنترنت السطحي ما هو إلا 6% من إجمالي المواقع في الإنترنت، وأما الباقي من 94% من المواقع هي في الإنترنت العميق. فتم تقدير عدد هذه المواقع بعشرات المليارات. فالسؤال، ما هو الإنترنت العميق وما هو الإنترنت المظلم؟ الإنترنت العميق هو الجزء الخفي من الإنترنت وفيها صفحات ويب وكذلك ما فيها محركات البحث مثل جوجل وغيرها. ومحتوى الإنترنت العميق موجود في أعماق الإنترنت ومحتواها فيها القانوني وكذلك الغير قانوني. فمثلا في الإنترنت العميق هناك معلومات حساسة تخص المؤسسات الحكومية فتحتاج طبقات إضافية من السرية، وهذا الأمر قانوني. وكذلك البنوك تحفظ سرية عملائها من خلال حماية البيانات في الإنترنت العميق. في الإنترنت العميق عكس الإنترنت المظلم، فيمكن الوصول له من خلال جهات قانونية. أما الدارك ويب أو الإنترنت المظلم فهي شبكات مشفرة تماماً وتقع في أدنى مستوى من الإنترنت العميق، وهذا المكان يعد أخطر الأماكن في منظومة الإنترنت، فمجرد دخولك إلى هذا المكان تصبح أنت الضحية. فعالم الدارك ويب وما يحتويه قد يسبب لك صدمة نفسية عميقة ما تشفى من بعدها. مثل ما قلنا، الإنترنت المظلم أو الدارك ويب يقع في أعمق نقطة من الإنترنت العميق، وتم تصنيفه على 3 مستويات. المستوى الأول يقوم على الإباحية السادية شديدة الانحراف أو البيدوفيليا، والمستوى الثاني يرتكز على السوق المظلم أو الخدمات مثل المخدرات أو اغتيال الشخصيات، وأما المستوى الثالث والأخطر فهي الغرفة الحمراء، وراح أشرح كل مستوى بالتفصيل. بالنسبة للمستوى الأول من هذا العالم المظلم، يتم فيه تجارة الأطفال جنسياً وتعذيب النساء بأبشع الوسائل السادية. فيدخل الزبون ويقدم طلب في عروض حية عبر كاميرات بث مباشرة مشفرة. للأسف الطلبات تكون أكثر قذارة وبشاعة ولا يمكن أني أذكرها. وتجارة البشر وخصوصاً تجارة الأطفال موجودة في الديب ويب بشكل مكثف، وأكبر شبكات المافيا العالمية تمارس هذه التجارة بشكل عالمي. فمثال، في عام 2011 تم استهداف المهاجرين وخصوصا اللاجئين السوريين. ولو تذكرون في الفترة السابقة البراند العالمي بالنسياغا عمل حملة تسويقية فيها لمحات من اغتصاب الأطفال، وانصدموا الناس من هذه الحملة القذرة. لكن للعلم،
هذا الأمر حصل في الإنترنت السطحي، أما في الإنترنت العميق فبلنسياغا أعملت حملات تاجرت فيها بالأطفال وكذلك هناك مشاهير. وجاء باحث اسمه جاريث أوينز وعمل بحث عن محتوى الإنترنت المظلم، وأكد بأن المحتوى الأكثر انتشاراً هو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال. واللي أكد هذه الدراسة قصة مؤلمة حصلت في أستراليا وكذلك في الفلبين. فكان هناك شخص اسمه بيتر سكالي عمل 117 جريمة في الإنترنت المظلم وكسب منها ملايين الدولارات. فكان باختصار يعمل بثوث حية يتاجر فيها بالأعمال الجنسية للأطفال، وصار مطلوب للشرطة الأسترالية فهرب مباشرة إلى الفلبين، وهناك استمر بعمله بالاتجار بالأطفال بشكل أكبر، وخصوصا استهدف الأطفال اللي أعمارهم أقل من سنة. فكان يستهدف في هذه المواقع المظلمة الأشخاص اللي فيهم مرض البيدوفيليا، فهذيل المجرمين كانوا يتلذذون بمشاهدة البثوث الحية للأسف. وللأسف أصغر ضحايا هذا المعتوه بيتر طفلة عمرها 8 أشهر. الحين أغلبكم ممكن يتساءل كيف هذا المعتوه يجيب الأطفال في الفلبين. كان يتوجه للعوائل الفقيرة في القرى، وخصوصا العوائل اللي تحت خط الفقر، فكان يقول أنا راح أرعى أولادكم وأتكفل فيهم، وكذلك يعطيهم مبالغ مغرية تعيشهم لسنوات طويلة. هذيل الأبهات والأمهات المساكين ما بين خيارين، الخيار الأول يرون أولادهم يموتون بسبب الفقر، والخيار الثاني بأن يقدمونهم لشخص ممكن يربيهم وكذلك يضمنون الفلوس اللي تعيشهم لسنوات. وبعد ما يقدمون أبنائهم ما يعلمون أن مصير الأبناء هو أسوأ من الموت بذاته. فالقصص اللي تحصل داخل الغرفة الحمراء عنوانها الجحيم، وراح أذكر لكم إياها أثناء سرد الحلقة. على العموم استطاعت الشرطة الفلبينية أنها تعتقل بيتر سكالي، وأول ما اعتقلوه اعترف بكل جرائمه وقال لهم بأنه يعرض الأطفال في الغرفة الحمراء ببثوث مباشرة مقابل الملايين. وأثناء التحقيقات قال بيتر سكالي أنا ما فكرت في هذه الوظيفة إلا أني ضامن أن هناك الكثير من التجار الكبار يدفعون مقابل هذه البثوث. وأثناء التحقيقات اكتشفوا أن بيتر سكالي بنفسه هو مختل عقلياً يشاهد تعذيب الأطفال في الغرفة الحمراء. ممكن نتساءل كلنا ليش إلى الآن الحكومات ما استطاعت بالقبض على المافيات العالمية في الإنترنت المظلم؟ هذا العالم يتم تداول المال عن طريق عملة البيتكوين، ولذلك عمليات التحويل والدفع لما تتم عن طريق البيتكوين لا يوجد أسماء ولا بيانات باستطاعة الحكومات تعقبها. فهذه الملايين والمليارات اللي يتم تداولها في عالم الإنترنت المظلم لا يمكن يتم تعقبها بسبب عملة البيتكوين. وأما المستوى الثاني من الإنترنت المظلم فيسمى السوق المظلم. جميع المتخصصين في مكافحة الدارك ويب يعرفون موقع شهير اسمه سيلك رود، ومعناته طريق الحرير، وكذلك هناك موقع ثاني شبيه له ومتعلق بعبدة الشيطان. هذه المواقع تشبه موقع أمازون من ناحية العمل والطلب والعرض، لكنها تقوم على الممنوعات مثل المخدرات واستئجار قاتل أجير. وهناك مئات الآلاف من المواقع في الأسواق المظلمة، وأساسها بيع المخدرات والأسلحة وكذلك للأسف النساء. فمثلا تتصفح الموقع تجد صور المخدرات وكذلك أسلحة وفيها الأسعار وبقية التفاصيل. وكذلك مثل ما ذكرت لكم في بداية الحلقة، داخل هذه المواقع هناك أشخاص ممكن تستأجرهم مقابل مبلغ زهيد لقتل أشخاص آخرين. وأيضا في خدمات خاصة مثل تزوير الهويات، فهناك تزوير للهوية طبق الأصل. فحصلت أزمة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، فهناك الكثير من الأشخاص ادخلوا الدول الأوروبية من خلال تزوير الهوية. وبالنسبة لبيع الأسلحة فالمسألة ما هي مجرد عرض السلاح، لكن كذلك يعلمونك صناعة هذا السلاح. وللأسف تجارة المخدرات هي أكثر الأسواق ربحا في عالم الإنترنت المظلم، والأمر الغريب يبيعون معاها الأعضاء البشرية مقابل المخدرات، وأيضا يتبادلون فيها غير الملايين من الدولارات يتبادلون جوازات مزورة. والحين وصلنا إلى المستوى الثالث وهو يعتبر جحيم الإنترنت المظلم، وهذا المستوى يبدأ من خلال تجارة الأعضاء البشرية عن طريق اختطاف الأطفال وكذلك الشباب من الذكور والإناث.
واللي ينفذون هذه العملية هم عصابات مافيا منتشرة على مستوى العالم، وكانوا يركزون غالبا على المشردين أو اللاجئين، وبعدها يتوجهون إلى المرحلة الثانية وهي غرف سرية مشفرة تعرف باسم الغرفة الحمراء، وهي عبارة عن إزهاق النفوس البشرية أمام الكاميرات في بثوث مباشرة. وأعلنت الـ FBI بأن تكلفة دخول الغرفة الحمراء للساعة الواحدة تصل إلى 10,000 دولار، وللعلم الـ10,000 دولار هي الحد الأدنى. ومن الطقوس اللي تحصل في الغرفة الحمراء أنهم يجيبون واحد مخطوف ويبدأون بتنفيذ أنواع العذاب بشكل منوع. وطبعا الغرفة الحمراء هي فعلا غرفة حمراء وفيها إضاءات حمراء، والعملية كلها تحصل في بث مباشر، وهناك فريق تنظيم وشخص يعذب ومشاهدين، والمشاهدين يكتبون في الشات طلبات للشخص اللي يعذب الرهينة، وهذه الطلبات عبارة عن كيف يعذب الرهينة وبأي طريقة. وطبعا المشاهد اللي دفع أكثر طلباته تكون أكثر، فاللي يعذب الرهينة ينفذ رغبات على حسب فلوس الشخص، وطبعا الرهينة ممكن يكون رجل أو مرأة أو حتى طفل. وبعد ما ينتهي المعذب من تعذيب الرهينة يتم تحويل المبالغ كلها إلى هذا الشخص، وكذلك جزء من هذا المبلغ يتحول إلى الخاطف، والفلوس كلها تتحول بعمليات مشفرة سرية لكل الأطراف. وبالأخير الديب ويب بتطورات التقنية يحمي البشرية ويطورها للأفضل، لأن هذه المواقع تحافظ على خصوصية الشخص بقوة، والإنترنت السطحي اليوم بسهولة يتم اختراقه وسرقة خصوصياتكم. لكن للأسف المجرمين استخدموا الجانب السيء من مواقع الديب ويب بسبب أغراضهم الشخصية والبشعة والخبيثة، حتى الطفل ما سلم منهم. وبالأخير اعلم، لو الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك.